يلا محمد اتفضل. هما شايفيننا كده يا محمد الاول؟ لا يا محمد اتفضل. محمد اتفضل يا محمد. اهلا بيك استاذ خالد توحيد، واهلا بيك الكرام في الاستوديو. معايا الكابتن وائل جمعه. طولت شويه قوي جوه في غرفه خلل في غرفه كشف المنشطات. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، سلام يا استاذ خالد والضيوف طبعا اللي معاه، وانا متعود بيطبقوا عليا على طول. فكل البطولات اللي الحمد لله شاركت فيها مع النادي ببقى اول واحد بيعمل منشطات، فمتعود يعني. بيشوف المجهود العالي في الملعب بالتاكيد، بسم الله ما شاء الله عليك يعني يا كابتن وائل، بس المجهود العالي بيدي ايحاء ليهم ان لازم نشوف كشف، ممكن يكون في حاجه كده ولا كده؟ هي يعني عينها شويه والله بتتاخد، وبطلع اول واحد دايما. ف والله عشان الجول الحمد لله. يعني خير الحمد لله. الاول قول لي احساسك لضربه الجزاء، المباراه صعبه جدا وعصيبه، والجمهور كانت بسبب تضييع الوقت من فريق الاتحاد كانت الامور كانت عصيبه داخل الاستاد، لكن قول لي احساسك بعد ضربه الجزاء، وهل فعلا الجهاز الفني بيتفق ضربات الجزاء في الاولويه بالنسبه للاعبين؟ والله في اثناء الماتش الدنيا مكهربه معانا كده شويه، وقبل الجول ما يجي بدقيقتين ثلاثه كان واقف جنبي شريف فضيل قلت له احنا هنكسب الماتش. فجي لما جه لضربه الجزاء طلبت انا اشوط ضربه الجزاء، فمستر مانو قال لي انت اشوط يعني، وما كانش محدد يعني، بس فربنا وفقني الحمد لله وحطيتها جوني. كانت مباراه عصيبه ومساله تضييق النقاط، دلوقتي الفرق نقطه مع الزمالك، انت شايف بالنسبه لك يا كابتن وائل دلوقتي الوضع بالنسبه للدوري ماشي ازاي؟ والمباراه احنا شايفين مباراه عصيبه مع الاهلي، يعني المصري بيرصد مكافئات في مباراته مع الاهلي، والاتحاد بيرصد مكافئات في مباراته مع الاهلي، فالفرق كلها بتبقى عامله حساب لماتشاتنا. هو قدر الاهلي كده ان كل الفرق يعني، كل الفرق يعني لو بتادي نفس الاداء بتاع الاتحاد النهارده، كل الفرق بتادي نفس الاداء ده هيبقى النتائج مختلفه في الموسم كله، وزي ما انت شايف الماتشات كلها بتبقى صعبه والماتشات مش سهله، فاكيد النادي الاهلي كبير عشان كده، والحمد لله الحمد لله ان احنا بنقدر ناخد الثلاث نقط من الماتشات يعني، برغم الصعوبه النهارده. والله بشكر طبعا اللعيبه جدا النهارده، وروحهم النهارده عوضت طرد حسام غالي واصابه محمد شوقي، اخر 10 دقائق في المباراه كانوا صعبين جدا طبعا علينا، عايز تكسب وفي ناس مطروده وفي ناس مصابه، ويعني بشكرهم طبعا النهارده جدا يعني. اكيد تشكر الجمهور. طبعا جمهور من يعني بصراحه من اول الموسم، وده جمهور الاهلي طول عمر النادي الاهلي كده، جمهوره واقف وراه دايما، وفي المكسب وفي الخساره وفي اي ظرف الجمهور طبعا ورانا يعني. انت خلصت دلوقتي وطلعت من غرفه كشف المنشطات، هتروح ازاي؟ الاتوبيس مشي. والله في كابتن محمد يوسف منتظرني بره هنا، و وعايز اشكر طبعا دكروري امبارح وانا في المخرج بتاع قال هجيب جول، قال لي هجيب جول، ف دي بقى ولا يعني، فانا متشكر جدا وبشكر طبعا جمهور الاهلي العظيم اللي واقف ورانا دايما مره ثانيه، وان شاء الله خير باذن الله الماتشات اللي جايه ان شاء الله. شكرا لك كابتن وائل، بالتوفيق يا رب المرحله. شكرا جدا. شكرا.